السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود أحمد. الحمد لله رب العالمين. ده بداية يعني سيكشن جديد في الكورس، مشينا مشوار طويل قوي ووصلنا لمستوى كويس جدا. السيكشن اللي فات شفنا الباي كيو تي ازاي بنكريت ويندوز وازاي بنحط باتنز وبنعمل كل حاجة عن طريق الكود. السيكشن ده هيبقى حاجة أسهل بكتير، هنتعامل مع الديزاينر. الديزاينر أمتع بكتير من إنك تكتب الحاجة بالكود، وأحسن بكتير وأسهل بكتير، وهتلاقي فيه خصائص كتيرة جدا هتسهل عليك الشغل غير إنك تكتب كود خالص. الديزاينر ده يعتبر هو الحاجة أو من الحاجات الممتعة جدا اللي موجودة في الباي كيو تي. السكشن ده كل الغرض فيه أو كل الهدف منه إنك تحترف استخدام الديزاينر، وده اللي أنا هحاول أوصله لك خلال الكورس إن شاء الله. مش هشرح ديزاينر زي ما أنا شرحت على اليوتيوب مثلا حوالي ساعة ساعة ونص، لأ، احنا هناخد كتير في الديزاينر ونتكلم عن كل حاجة فيه بالتفصيل الممل. شوف كل الويدجتس الموجودة، كل حاجة موجودة، كل شيء. الديزاينر بعد ما أنت بتسطب باي كيو تي بيكون موجود لوحده عندك على الجهاز، يعني هو فعليا اوريدي دلوقتي موجود. تعرف تسيرش لو انت ايا كان ويندوز او لينكس او ماك وتجيبه تبدا تشتغل على طول. كل الفكره في الديزاينر ان انت هتصمم شكل البرنامج عليه. الديزاينر قوي جدا وبيعمل اشكال قويه جدا فوق مما تتخيل، بس الفكره انك تعرف تستخدمه كويس، وده اللي احنا هنحاول ان احنا نتعلمه في السكشن ده ان شاء الله. تمام، تعال نسيرش. سيرش عندك زي ما انا كاتب كده، افتح السيرش بتاع الويندوز او اللينكس واكتب ديزاينر، تلاقيه موجود اهو. هتفتحه هيفتح لك معاك. تعال اكلمك حاجة بسيطة خالص عن أول ما تفتح البرنامج. طبعا هو جاي بالشكل ده، فعشان نخليه يفتح حاجة واحدة، معزة واحدة، تمام كده. هو الفكرة هنا على تقريبا المشكلة دي هتلاقيها بتظهر على اللينكس والماك. أول ما بيفتح بتلاقيه بيظهر بالمنظر ده، اللي هو أنت، معزة واحدة، اللي هو بيظهر سيبريتد، متقسم كده زي ما أنت شايف. وطبعا عشان تحلاقي بتدخل البريفرنس، هيجيب لك دلوقتي الاعدادات بتاع البرنامج وبتختار. هو هنا مالتي توب ليفل ويندوز، هتختارها دوكد ويندو، تضغط اوكي. فطبعا هيظهر لك بالمنظر ده اللي هو كلهم ويندو واحده. الديزاينر الاختلاف الوحيد اللي انت ممكن تشوفه عندك دلوقتي ان هو ممكن تلاقي مثلا الحاجات اللي على اليمين اللي هي الويدجتس دي ظاهر لك هنا على الشمال، والدي ظاهر هنا. فده اختلاف بسيط ما يعتبرش مشكله بالنسبه لك. تمام، ده الويندو بتاعتي، تعال نقفلها، دون سيف، ونفتح اللي كانت ظاهره قبل كده. اول ما بتفتح الديزاينر هيظهر لك الشكل اللي انت شايفه ده او قريب او من ده، وطبعا دي بتبقى مقفوله بس هنفتحها دلوقتي. انت خلاص الديزاينر دلوقتي هيعطيك امكانيه انك تكريت كل اللي انت محتاجه. تمام، طيب لو لاحظت في عندي حاجات فوق اهي، وعندي حاجه اسمها ويدجت بوكس هنا اهو، وعندي حاجه اسمها اوبجكت انسبكتور وبروبرتي اديتور وريسورس براوزر، وعندي تحت سيجنال سلوتس واكشن وريسورس براوزر برضه. وطبعا ده الفورم بتاعتي، وهنا كنترولز كتيره جدا وكل واحده ليها الشكل بتاعها وكده. تمام، وطبعا عندي الفايل والاديت والفورم والفيو كده. دلوقتي ما دام انت عملت سيرش ولقيت ديزاينر عندك، فانت جاهز انك تبدا تستخدم الديزاينر. طب ايه المينيز والتول بارز وكل الحاجات اللي انا اتكلمت فيها دي؟ فدي انا هوضحها لك الفيديو الجاي عشان يبقى الفيديو خاص بيه. تمام، دلوقتي هننهي الفيديو ده، وان شاء الله الفيديو الجاي نبدا نستخدم الديزاينر ونوضح كل شيء فيه. كان معاكم محمود احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.